بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الجغرافيا. درسنا النهاردة هو الدرس الثاني في المنهج بتاعنا، اسمه الراعي والثروة الحيوانية في العالم. أولا أنا عايز أعرف يعني إيه كلمة راعي؟ بيقول لي النشاط الرعوي ده بمنتهى البساطة هو النشاط الذي يرتبط بمناطق الحشائش في العالم، سواء الحشائش الحارة اللي اسمها السافانا أو حشائش المعتدلة اللي اسمها الاستبس. قدام من حضراتكم خريطة للعالم موجودة عندكم فيها لونين، لون أصفر اللي بيوضح في العالم أماكن الرعي البدائي، وغالبا ده بيبقى في المناطق الفقيرة زي المناطق الصحراوية، واللون التاني هو اللون البينك اللي موجود عندكم، وهو ده بيوضح نوع مناطق الرعي التجاري. وهنفهم دلوقتي مع بعض يعني إيه رعي بدائي ويعني إيه رعي تجاري. لو احنا جينا نتكلم عن انواع الرعي، احنا لسه قايلين ان الرعي نوعين، يا اما رعي بدائي اللي احنا بنسميه النشاط التقليدي او الرعي التقليدي، او الرعي التجاري. لو احنا جينا بدأنا بالرعي البدائي، بيقول لي هو الرعي الذي يمارسه سكان المناطق الصحراوية في مساحات واسعة من قارات العالم. يبقى انت عرفت ان مين بيشتغل بالرعي البدائي؟ هو البدو اللي موجودين في الصحراء. طب موجودين فين يا مستر بالظبط؟ قال لي موجودين في الصحاري الحارة، زي مثلا منطقة شبه الجزيرة العربية، أو منطقة بادية الشام في قارة آسيا. أما المناطق الصحاري التندرا أو الصحاري الباردة، ودي موجودة في شمال آسيا وفي شمال أوروبا اللي بيربوا فيها حيوان الرنة. أما الصحاري المعتدلة اللي موجودة في دول وسط آسيا، دي بنسميها الصحاري المعتدلة. طيب بتتميز الرعي أو يتميز الرعي البدائي بمجموعة من الخصائص، زي مثلا قلة عدد العاملين بالرعي البدائي في شبه الجزيرة العربية وبادية الشام، وده بسبب تدفق البترول وتوطين البدو. الناس بدأت تشتغل في البترول وبدأوا ان هم يتوجهوا الى اوطان ودول متعددة، وبالتالي عدد العاملين في الرعي البدائي بدأ يقل. تاني حاجة، بيقل عدد القائمين برضو بالرعي البدائي في وسط قارة آسيا بسبب انتشار التعليم وغيرها من الأنشطة المختلفة زي العمل في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات. طيب دلوقتي لو جينا نشوف النوع الثاني من الرعي، اسمه الرعي التجاري، وده اللي بيمارس بقى في مناطق الحشائش القصيرة، سواء بقى الاستيبس اللي بيسموها في أمريكا الشمالية باسم البراري، أو في مناطق السافانا المشهورة جدا والتي تسمى باسم المراعي الغنية. موجودة فين بالظبط يا مستر؟ موجودة في أمريكا الشمالية، وموجودة في الأرجنتين، موجودة في أستراليا، في دول كتير جدا، ودي بتعتمد على الأساليب العلمية الحديثة اللي بيتربى بيها الحيوانات. طب احنا ليه بنربي كمية كبيرة من الحيوانات بغرض الاستفادة من اللحوم والألبان بتاعتها؟ وبيتربى الحيوانات في الرعي التجاري كل حيوان في مزرعة منفصلة، بمعنى بنلاقي مزرعة كاملة للأبقار، بنلاقي مزرعة للأغنام، بنلاقي مزرعة للماعز، ما تلاقيش مثلا مزرعة واحدة فيها أغنام وماعز وأبقار على بعض. وده بيوريك قد إيه الاهتمام بالرعي دوت عشان خاطر يقدر يطلع لهم كمية إنتاج كبيرة. طيب احنا دلوقتي لو جينا ناخد شوية أسئلة بما تفسر على الجزء اللي احنا خدناه دوت، لما يجي يقول لك بما تفسر قلة عدد العاملين بحرفة الرعي البدائي في شبه الجزيرة العربية وبادية الشام، لسه قايلينها من شوية بالظبط كده، بسبب توطين البدو وتدفق البترول. قلة عدد القائمين على حرفة الرعي البدائي في دول وسط آسيا، أقول له بسبب انتشار التعليم ما بين القبائل. بما تفسر انتشار الرعي البدائي في الصحاري الباردة، بسبب حيوان الرنة وغيرها من الحيوانات المختلفة جدا. زيادة إنتاج الألبان واللحوم في مناطق الرعي التجاري، أقول له إنها بتعتمد على الأساليب العلمية الحديثة ويراعى كل حيوان دون الاختلاط بالحيوانات الأخرى. طيب يا مستر دلوقتي أنا عايز أتكلم عن الحيوانات اللي أنا أقدر أربيها، الحيوانات اللي إحنا بنسميها الموارد الحيوانية. بيقول لي بمنتهى البساطة، هل الثروة الحيوانية دي مهمة؟ قال لي مهمة جدا يا مستر. طب ليه مهمة؟ أول حاجة هي المصدر الرئيسي لإنتاج اللحوم والألبان والجلود والصوف. رقم اتنين، ودي أهم حاجة هنبدأ نشتغل عندها، وهي الثروة الحيوانية. بيتلخص الثروة الحيوانية عندنا في المنهج إلى حيوانين اتنين بس، وهما الأبقار والأغنام. الأبقار هي المصدر الرئيسي للحوم الحمراء لغالبية سكان العالم، موجود بيها نسبة كبيرة جدا في التجارة الدولية. أكبر القارات التي يتربى بيها الأبقار هي قارة آسيا، وأكبر الدول في العالم هي دولة الهند. أمريكا الجنوبية هي تاني قارات العالم، وقارة أفريقيا هي تالت قارات العالم. بينما الأغنام تربى من أجل الحصول على الصوف واللحوم، أكبر الدول المنتجة للأغنام في العالم الصين، ثم الهند، ثم أستراليا. طيب لو جينا نسأل شوية أسئلة بما تفسر بمنتهى البساطة، بما تفسر ترتبط الأغنام بمناطق الرعي التجاري الواسعة؟
للحصول على اللحوم والصوف. طب بما تفسر تتركز تربية الأغنام في الصين والهند وأستراليا بسبب وفرة الحشائش؟ بسبب وفرة إيه يا شباب؟ الحشائش. طيب تقدر تستفاد من الحيوانات دي بإيه؟ قال لي هستفاد منها باللحوم أو بالألبان أو بالجلود أو بالأصواف. فمثلا لو جينا نتكلم عن اللحوم الحمراء، فبيقول لي اللحوم الحمراء بمنتهى البساطة هي المنتج الرئيسي للحيوانات، بتدخل بنسبة 8% في التجارة الدولية. أكبر الدول المنتجة للحوم هي دولة الصين، ومعظمها لحوم خنازير. تاني دولة في العالم إنتاجا للحوم هي دولة الولايات المتحدة الأمريكية. أما لو جينا نتكلم عن الألبان، فهو المنتج الحيواني التاني من الحيوانات. أكبر الدول المنتجة ليه هي دولة الهند، لأن طبعا إحنا عارفين من شوية إن الهند هي أكبر الدول اللي عندهم أبقار، وبالتالي هي أكبر الدول اللي عندهم ألبان. تاني دولة في إنتاج الألبان هي الولايات المتحدة الأمريكية. الصوف هي المادة اللي بتستخدم في صناعة الأصواف أو نسج الأصواف، وده بيستخرج من أو بنبدأ نقصه من الأغنام. عشان كده بمنتهى البساطة بيقول لي أكبر الدول المنتجة للأصواف هي أستراليا. وهنا بيجي لي سؤال مهم هناخده كمان شوية، إشمعنى أستراليا هي عندها أصواف كتير بالرغم إنها مش من أولى الدول المنتجة للأغنام؟ رقم 4، الجلود، وتقوم عليها صناعة دباغة الجلود وتصنيعها على شكل منتجات جلدية. نيجي لسؤال بما تفسر اللي انا لسه كنا بنقول من شويه، استراليا هي الاولى في انتاج الصوف. قال لي بمنتهى البساطه لوجود اغنام شهيره جدا جدا في استراليا اسمها اغنام المارينو، ودي المعروف عنها غزاره الصوف، الصوف بتاعها كبير جدا والفرو بتاعها كبير جدا، عشان كده بمنتهى البساطه بنلاقي فيها كميه اصواف كبيره جدا جدا. السؤال الثاني بيقول لي بما تفسر زياده معدل الاستهلاك العالمي للحوم؟ هي ليه الناس بتستخدم لحوم كتير او بتشتري لحوم كتير؟ بسبب ارتفاع مستوى المعيشه وزياده عدد السكان. ما انا لو معيشتي قليله او الموارد الاقتصاديه بتاعتي قليله مش هقدر ان انا اشتري اللحوم، وبالتالي ده دليل على ان الناس في مستوى معيشه مرتفع. انتاج مصر لا يكفي من الالبان، لانه بمنتهى البساطه عندنا زياده سكانيه مستمره وعندك زياده في الاستهلاك العالمي. مصر بتنتج من الألبان حوالي 6 مليون طن. طيب تاني حاجة غير الأغنام وغير الأبقار نقدر نربيها وهي الدواجن. تربى الدواجن في كل دول العالم تقريبا، لأنها بتساهم بمنتجاتها من اللحوم والبيض في سد حاجة السكان من الغذاء. أكبر الدول المنتجة للدواجن هي دولة الولايات المتحدة الأمريكية ثم دولة الصين، ودي حاجة مهمة جدا جدا لازم نبقى عارفينها. عندي كمان الأسماك، والأسماك دي ليها دور كبير جدا جدا في سد العجز السكاني أو سد الغذاء العجز السكاني اللي موجود عندنا. أهمية الثروة السمكية، هي تمثل غذاء رئيسي لكثير من دول العالم خاصة في المناطق الساحلية وعلى البحار وعلى المحيطات، وبتنتشر مصايد الأسماك على سواحل القارات. فمثلا بيتوافر بيها عوامل طبيعية وعوامل بشرية زي مثلا سواحل غرب أوروبا أو سواحل أمريكا الشمالية. تنتشر مصايد الأسماك على سواحل القارات إشمعنى؟ لأن أنت عندك مجموعة من العوامل اللي بتساعدك على عملية الصيد، زي مثلا ضحالة المياه، التقاء التيارات البحرية الدافئة مع الباردة، ودي الأماكن المفضلة اللي السمك بيحب يعيش فيها، توفر المواني الرسو والسفن عشان السفن تقدر تقف وتقدر إن هي تنقل لك البضائع بتاعتك أو تنقل لك الثروة السمكية اللي أنت بتصطادها. لازم يبقى عندك خبرات فنية كبيرة جدا عشان تقدر تطور صناعة المراكب، تقدر تطور الثلاجات وغيرها كتير جدا جدا من الأنواع، والتوسع كمان في تربية الأسماك على أسس علمية حديثة. طب يا مستر لو احنا جينا نبص كده على أهم الدول مثلا المنتجة للأسماك في العالم، بيقول لي نص الإنتاج يأتي من أسماك المياه المالحة في البحر والمحيط، والتلت الإنتاج بيجي من المزارع السمكية، أما باقي الإنتاج ودي نسبة قليلة جدا من أسماك المياه العذبة زي مية الأنهار أو البحيرات العذبة. لو جينا نشوف أهم الدول المنتجة للأسماك هنلاقيهم بالترتيب كده: الصين، أندونيسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، دي دول منتجة للأسماك. ولكن أنا عندي دول كمان مصدرة للأسماك. زي مين الدول المصدرة للأسماك؟ زي الصين والنرويج وتايلاند. الصين والنرويج وتايلاند. طيب لما يجي يقول لي بما تفسر الصين الاولى في انتاج الاسماك، هقول له بسبب مصائدها على المحيط الهادي، وجود الانهار والبحيرات ومزارع تربيه الاسماك. طب ليه اندونيسيا والولايات الامريكيه من اوائل الدول المنتجه للاسماك؟ بسبب طول السواحل بتاعتهم على المحيطات وعلى البحار
وتقدم وسائل الصيد داخل هذه الدول. خد بالك في مجموعة تانية من الحيوانات البحرية أو الأحياء البحرية مهمة جدا، زي القشريات اللي منها الجمبري، زي الرخويات اللي منها الصبيط، وزي الحيتان اللي موجودة عندنا كمان، ودي بيستفاد منها بسبب حاجتين، بيستفاد من لحومها وشحومها. وبكده يا أولاد نبقى خلصنا درس النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.